هاي السلام عليكم. بلا دي ميساج لخياتنا الديرية، بلا شدوا علينا الجرابة نتاعكم نساء ولا رجال. إذا نحن نفتحوا لكم الباب تجوا بحدنا لتونس، نفرحوا بكم ونقيموا بكم. خويا كي تدخل لتونس خويا سواء نساء ولا رجال تحترم لما تحترمنا كما نحترموكم تحترمنا. خويا مش تدخل لتونس تبدا تجي في التلفزه، تجيك وحده في الشارع تسالك في التلفزه تبدا تهين في المراه التونسيه سواء راجل ولا امراه. خويا احترموا رواحكم، اذا ما تعرف رواحكم ما تحترمونيش، شد بلادك من غير ما تجينا. خويا علاش عمري ما ريت مغربي المغاربه يجوا لتونس يتفسحوا ويخرجوا كان بالكلمه الباهيه، عمرهم ما ريتهم في التلفزه يهونوا في المراه التونسيه ولا يحكي على تونس. توا انتم الجزائريه لو نقولوا خاوه خاوه كل مرة حاشاك جاينا واحد جربوع ولا جايتنا جربوع تبدا تهين في المرأة التونسية. المرأة التونسية راهو ألف راجل اللي يتمناها. المرأة التونسية رجال تزيري يقول لك يجي لتونس يقول لك نحب ناخذ تونسي. اش تحكي؟ آخر مرة طلعت لنا واحدة متحجبة تزيرية واحدة متحجبة وتهين في المرأة التونسية. هي كان جت امرأة، كان جت امرأة مش متحجبة وجاي وحدها لتونس تتفسح وحدها في تونس. كان جت امرأة ما تجيش وحدها. فهمت اخويا؟ مرحبا بكم. لما خويا شدوا علينا الجرابة نتاعكم خويا، باش تدخل لتونس محترم كما نحن تونس ونحترموا بنت بلادي. انت تدخل لتونس تحترمنا، اذا تعرف روحك ما تحترمناش شد بلادك من غير ما تجي. فهمني؟ ديديكاس للناس الباهية.